يقول: شخص استلم مبلغا للزكاة لصرفها على المحتاجين حسب معرفته، واحتاج للمال لحاجته له، فهل يرد المبلغ أم يعتبر نفسه مستحق للزكاة؟ هذا وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا إلا بإذن الموكل، فإذا أذن له الموكل أن يأخذ لنفسه من الزكاة إنه يأخذ، أما إذا لم يأذن فلا يأخذ شيئا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كأولاده.